بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله اليوم في سلسلة جديدة من سلسلة أمراض الإبل. والإبل معروف إن هي بتمثل ثروة اقتصادية ضخمة في كثير من الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج والسودان والصومال وأثيوبيا. والإبل بتتميز بأن هي عندها القدرة على مقاومة الأمراض، ولكن هناك بعض الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية التي تصيب الإبل وتسبب خسارة ضخمة. وكنا قد تكلمنا عن الأمراض طفيليات الدم، وأشرنا إلى أهم أمراض طفيليات الدم في الإبل اللي كانت الترايبانسومياسيس، وتكلمنا عن السيليريا، وتكلمنا عن الأنابلازما في الإبل. النهاردة بنبدأ بإذن الله في موضوع جديد اللي هو الأمراض الجلدية، السكين أفكشنز. السكين أفكشن أنا أتكلم عنها في كل الحيوانات، ولكن في بعض الأمراض هنميز الإبل عن باقي الحيوانات لأنها بتمثل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للإبل، اللي هي مشكلة النهاردة اللي هو مرض الجرب. نتكلم عن المنج إن شاء الله. السكين ربنا سبحانه وتعالى زود الحيوانات وزود الإنسان بالجلد. الجلد ده بيعتبر جهاز مهم جدا بالنسبة للإنسان والحيوان، وبيكون بوظائف متعددة، فهو بيحمي الجسم من أي مايكرو أورجانيزم يهاجم الجسم، لأنه بيمثل خط مناعي أول ضد الأمراض الفيروسية والبكتيريا. والجلد بيتم فيه تصنيع فيتامين من أهم الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم، اللي هو فيتامين د. وهو الجلد أيضا بيتم عن طريقه تنظيم درجة الحرارة، إما أنه يفقد الحرارة الزايدة وإما أنه يحافظ على الحرارة بتاعة الجسم. ويوجد فيه غدد، توجد غدد عرقية بتفرز السويتس اللي هو العرق، وبيخرج مع بعض المواد السامة زي اليوريا، ويعتبر مخزن أيضا للحفاظ على مياه الجسم. ويوجد فيه الأعصاب، نهايات الأعصاب، فهو سنسوري أورجان. زي ما شايفين كده الجلد من الناحية التركيبية إنه بيتكون من طبقتين مهمين، اللي هي طبقة الإبيديرمس وطبقة الديرمس. الصورة دي أنا حطيتها في الأول، ولكن هنرجع لها تاني. دي الحشرة بتاعت الجرب اللي هي المايتس، بتدخل وتخترق تحت الجلد وتعمل طنة كده وتضع فيه البيض بتاعها. ودي مهمة قوي، ان المايتس ما هوش موجود على سطح الجلد من بره، عشان لما نيجي نتكلم على العلاج بيبقى له علاج معين خاصة في الإبل، ولازم نقعد ان احنا نعمل حك للجلد ده لغاية ما نوصل. الأمراض الجلدية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في أمراض معدية وأمراض غير معدية. أهم الأمراض المعدية الأمراض الفيروسية، عندنا الفيرال ديسيز، مرض اسمه كونتيجيوس إريثيما والسيراتيف درماتيتس، واللامب سكين ديسيز ده بيجي للكتل كمرض جلدي فيروسي، والجدري البوكس، والفيزيكولار بابيولار درماتيتس ده دايما يجي للخيول. في أمراض مايكوتيك اللي هي أمراض الفطريات، هنتكلم إن شاء الله على الرينج ويرم. وفي أمراض طفيلية اللي هنتكلم النهاردة عن المنج اللي هو مرض الجرب، اتكلمنا قبل كده عن الفيلاريا. وفي أمراض غير معدية، أمراض جلدية غير معدية، وأهمها النقص الغذائي لعناصر الزنك والكوبالت والأيودين والكبر. كل عنصر من دول بيظهر أعراض على الحيوان نتيجة لنقص هذا العنصر. ممكن يكون فيه هيستامين برودكشن، زيادة في الهيستامين بيعمل أمراض الأرتكارية، وممكن يكون في جروح، وممكن يكون في ديستربنس في السيركوليشن.
disturbance في النيرفس سيستم، سرطانات، كل ده امراض غير معديه، تروماتيك سيرمال، اعطاء بعض الادويه او التسمم. فهنتكلم ان شاء الله النهارده عن المرض الجلدي الاول اللي هو الجرب. الجرب عندنا فيه منه نوعين، لكن النوع المشهور في الابل اللي هو الساركوبتيك مينج، اللي هو الساركوبتيك مينج اللي هي حشره او المايتس اللي اسمها ساركوبتس سكابياي. دي حشره بتدخل زي ما قلنا في الجلد وتعمل مشاكل كتيره جدا. خطورة المرض في الإبل إن هو دايما يجي في التجمعات الكبيرة ومفيش فيه نظافة وفيه ازدحام في بين الحيوانات، ودايما لما يكون الحيوانات سوء تغذية، في سوء تغذية دايما ينتشر هذه الأمراض الجلدية. دول عاملين مهمين جدا، الهيجينيك مانجمنت والنيوتريشنال ستيت، دول بيساعدوا على ظهور الأمراض الجلدية. لما نيجي نتكلم مرض، يعني هقول ايه الجرب ده، يعني ما احنا هندي حقن تايفر مكتين والحالة تحسن؟ لا، الجرب ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا، لان حيوان تخيلنا كده قطيع من الغنم او من الابل او من اي نوع من الحيوانات، بيبدأ يحصل نقص في الوزن. الحيوان ما بينشغل عن الاكل، بانه يقعد يهرش في نفسه ويحك نفسه في الاشجار والحيطان. وتاني حاجة انه هو بنستهلك ادوية كتيرة، بتكلف العلاج بتاع الجرب ادوية كتيرة. تالت حاجة انه هو ممكن يعمل مورتاليتي في الحيوانات الصغيرة، وبعدين ده مرض زونوتيك ممكن ينتقل للانسان اللي هو الجرب. وممكن دايما بعد الجرب لو ما تعالجش بيحصل سكند الانفكشن ببكتيريا الانفكشن. شفت حالات كتيرة في الابل تلاقي الرجول بدأ ورمة وعاملة خراريج وكده، وكانت في البداية عندها جرب، فلما ما تعالجتش بيبدا ده مصدر للجلد اتفتح، اللي هو المفروض ان هو بيقاوم البايو كل اورجانيزم، فيبدا تدخل البكتيريا وتعمل خراريج في الجلد. طبعا الحيوان بيقل انتاج اللبن. لما نيجي نشوف بقى اعراض الجرب، كلامنا الاول هيكون عن الابل، وبعد كده ان شاء الله نتطرق على باقي الحيوانات. دايما الجرب بيجي في يبدا الجرب في منطقه الرقبه والابط وتحت بين الافخاد. بعد كده الحيوان لما يبدا بيحك نفسه وياكل في نفسه بسنانه، بينقل المرض على جميع اجزاء الجسم. بتبدا الاعراض دي على هيئه بثرات يعني، او نتوءات كده صغيره، وبعدين الشعر يبدا يقع، وبعدين الشعر يبدا يحصل له سيكنينج، يتقل في يبقى تخين، وتتكون عليه قشور، والقشور دي بتاخد اللون الرمادي بحيث يبدا كان لون الحيوان كده يتغير من اللون الطبيعي اللون الرمادي، ويبدا يحصل تشققات في الجلد. والتشققات دي بتبقى زي ما قلنا سبب لبدايه عدوى بكتيريه ثانويه، يعني تبدأ بقشور وبعد كده تشققات والجلد يفتح والحيوان عمال يهرش في نفسه أو يعض في نفسه، فيبدأ يحصل secondary bacterial infection. طبعا لو ما تعالج، لو الجرب ما تعالجش في الأول، وزي ما قلنا بيعمل خراريج ويعمل مشاكل بكتيرية، ممكن يعمل التهاب رئوي. دي حالات جرب في الإبل زي ما شايفين كده الصورة على اليمين، الوبر واقع اهوت، والجلد تخين ومشقق وموجود على الرقبة، موجود على العين، وموجود على الرجلين، هي أماكن خالية من الوبر. وتلاقي الحيوان يعني علامة مهمة أوي عشان لما نيجي نفرق بينه وبين الرينج ويرم وبين البوكس، إن الحيوان هنا بيحك نفسه اتشنج. النفس حتى في الإنسان دايما يقول لك مرض الحكة، ان الانسان بالليل تلاقيه بيجي ينام بالليل تلاقيه عمال يهرش في جسمه هرش شديد. فده علامه مميزه للجرب، ان الحيوان بيهرش لان الحشره لما دخلت تحت الجلد ولما تيجي تحط البيض بتتحرك وكده، فبتاذي الحيوان وتعمل التهاب في طبقه الجلد درماتيتس، وتلاقي الحيوان عايز عمال يهرش
عشان يتخلص من هذا. ده حوار طبعا. الجرب دايما يجي في الابل للحالات الصغيره اكتر، ويبقى حالته اخطر من الكبير كمان. لكن طبعا بيجي للكبار وبيجي للصغيرين، ده برضو حالات جرب هي واضحه. ده هنا الجرب بدأ في الرجلين القدامانيين، وبعدين بدأ في منطقة الفخذ، وبعدين خد منطقة الهيد والنك، ودي منطقة عشان لما نيجي نفرق بينه وبين البوكس. يعني واضح جدا، اللي يشوف حالة جرب ويعرفها بإذن الله مش هيفشل في تشخيصها بعد كده. دي الحشرة هي اللي هي بتبقى موجودة في الجلد اللي هي بتعمل الجرب، ودايما تيجي تدخل هنا في منطقة الرأس، منطقة حوالين العين، ومنطقة في الفخاد وفي الرقبة، وتوقع الصوف والجلد يكرمش ويتشقق. طيب ازاي نشخص حالة الجرب؟ طبعا من الأعراض اللي احنا شفناها دي، لكن التشخيص المعملي لو احنا نمشي صح يعني، والدكتور بيعمل حاجة اسمها سكين سكرابينج. سكين سكرابينج ان هو بيجيب مثلا مشرط، بيجيب ويحك كده، يحك الجلد اللي هو المنطقة اللي هي الخشنة دي، ويبدأ ياخد طبقة من الجلد كده سكين سكرابينج، يحطها في بتري ديش في طبق زجاجي، وبعدين يضيف على الطبق ده كمية من محلول البوتاسيوم هيدروكسيد تركيز 10%، وإما يغلي المحلول ده شوية أو يسيبه لمدة نصف ساعة لغاية ما يترسب، يحصل تفكك للجلد ده ويطلع منه الحشرة. بعد كده ممكن نعملها سنتريفيجيشن، وناخد السيدمنت، ناخد نقطة من السيدمنت اللي هو المرسب ده على كفر سلاي على سلايد، ونغطيها بالكفر ونفحصها تحت الميكروسكوب عند ميكروسكوب الـ40، مش هاي باور، عند الـ40. فده هنبدأ نشوف الحشرة الجرب بتبقى واضحة جدا اللي احنا ورناها لكم دي تحت الميكروسكوب. دي طريقة التشخيص. طب ايه الأمراض اللي بتتشابه مع الجرب؟ المنتشر جدا في دول الخليج والسعودية والدول اللي فيها إبل، حتى في مصر برضو، مرضين مهمين جدا للإبل اللي هو مرض الجرب ومرض الجدري، والأقل أهمية أو أقل انتشارا اللي هو الرينج ويرم في الإبل، ومرض برضو مشهور موجود هنا في الإبل اسمه كونتيجيوس سكين نكروزس. دول أربع أمراض بتصيب الإبل. نيجي كده نفرق بسرعة. أنا الجرب اللي احنا اتكلمنا عنه إن هو أهم علامة فيه اللي هو الإتشنج، واخد مناطق من الجسم زي ما احنا شايفين، ومنتشر على الجسم كله، والوبر واقع والجلد متشقق، والحيوان عمال يحكه في نفسه وياكل بنفسه في نفسه. ده الجرب. طب مال البوكس بقى؟ البوكس دايما يجي في المناطق الحساسه اللي هي حوالين فتحه الانف والابر واللور ليبس، وعلى الوجه، وبعدين ممكن على الضرع وفي الافخاد، ويبدا البوكس بدرجه حراره عاليه جدا توصل 40 في الابل احيانا، والحيوان يمنع الاكل، ويبقى في نيزل ديستشارج واي ديستشارج، ويبدأ تتكون بفور يعني زي فيزيكلز كده تتملى بسائل، وبعدين تفتح، وبعدين يحصل لها انفكشن تعمل بسطيول خراريج صغيرة، وبعدين تنشف تعمل اسكيبس. أنا بتكلم عنه إن شاء الله في محاضرة منفصلة، لكن فرق كبير بينه وبين الجرب عشان الناس ما تتلخبطش بين الجرب وبين البوكس اللي هو الجدري. وده مرض يعني ممكن يعمل وفيات، وعلاجه برضو صعب شوية يعني، أصعب من الجرب. في الرينج ويرم، الرينج ويرم اللي هو مرض الكراع أو الكرع أو الكوبة أو بيسموه السعف، ده مرض فطري فانجل أفكشن، ودايما يعمل دوائر كده، دوائر على الجلد بيقع منها الوبر أو الشعر، تبقى راوند رينج ويرم، عشان كده سميناها رينج، على حلقة، على هيئة حلقات. والحيوان ما يحكش في نفسه ولا حاجة ولا، لكن هو مرض معدي بينتشر وسيلف ليمتنج يعني بيخف لوحده، لكن الأفضل برضو إن احنا نعالجه، وإن شاء الله نتكلم عنه في
في محاضرة منفصلة. في مرض مشهور هنا قوي في الإبل بيسموه الكامل كونتيجيوس إكزيما، أو بيسموه القرف. القرف ده بيجي للغنم وبيجي للإبل، تلاقي بيورم الشفايف بتاعة الحيوان، الأبر واللور ليبس، وفي حالها فيزيكلز وألسرز، قرح كتيرة على الأبر واللور ليبس، والرأس ممكن تتورم. وهو ده من عيلة البوكس برضو، ده يعني فيروسي، مرض فيروسي تابع لعيلة الجدري، وبيتعالج برضو سيمتوماتيك لأنه هو مرض فيروسي. دول أهم 4 أمراض منتشرة في الإبل، اللي هو الجدري، الرينج ويرم، الجرب، ومرض الإكزيما أو اللي بيسموه كامل كونتيجيوس إكزيما. طب هل ممكن الجرب يجي للأبقار؟ بيجي للأبقار وللعجول برضو، وتلاقي جلد الحيوان برضو زي ما انتم شايفين كده بيتخن وبيشقق، ودايما يجي في منطقة الرأس والنك، وبيجي للغنم برضو الصوف يقع، ودي حالات جرب في غنم هي. دي احيانا دايما الجرب بيجي في المناطق الاعضاء التناسليه، فده خصيه رام، وعليه الجرب اهوت، مينج ليجن اون ذا سكروتم اوف سافلوك رام. وشوف تلاقي الودن بقى، تلاقي الودن خشنه جدا وعليها جرب، ومنطقه الانف من العلوي ومنطقه النك، شوف واضح جدا الجرب، يعني علامه مميزه السيكننج بتاع السكن ومنتشر على الحيوان. عشان لما نيجي نتكلم على علاج، العلاج واحد في كل الحيوانات، فاحنا بنشوف صور للجرب دلوقتي في الماعز، اهي ماعز فيها جرب منش. في الخيل بيجي الجرب برضو للخيل، نفس الاعراض اللي احنا قلناها، بتبدا ببابيولز وكراست سكن وريدنس والتهابات في الجلد، درماتيتس وبليسترز، والحيوان بيفقد الشهيه. وهذا حاله جرب في خيل اهون، دايما يجي برضو في منطقة الرأس، وممكن يجي في منطقة الرقبة، وبيجي للحمير الجرب برضو، كانت حالات كتيرة بتجي لنا المستشفى جرب في الحمير، ومنطقة يقع منها الشعر اهوت على منطقة الإفخاد بتاعة الحصان، وتلاقي محمرة كده. الجرب في الكلاب برضو مرض مشهور أوي، الناس اللي فاتحة عيادات بت أنيمالز، الحيوان بيهيرش وبيبدا يسك سكن ليجن وسكننج في السكن، ويفقد الشعر يقع وديبريزد، والحيوان يدخل يحصل له بكتيريا سكند انفكشن. نشوف كده رجل الحيوان، هذا على وشه اهو جرب، ورجل الحيوان هنا واضح كلها جرب، جربانه يعني. ده الشعر واقع اهوت والجلد خشن، وواضح جدا الحيوان من جربان. ده طبعا صوره معبره، الحيوان يعني يكاد يتكلم يقول ان انا عندي جرب يا جماعه الحقوا عالجوني. طبعا حالات شديده قوي، يعني زي الحاله دي كده، الحيوان بدا يمنع الاكل وتعبان جدا وجسمه كله جربان، يعني ما فيش في حته سليمه. ده برضو حيوانات كلاب فيها جرب. اللي بيجي بالقطط برضو للكلاب، نفس الاعراض اللي بتظهر في الكلاب بتظهر في القطط، والمشكله زي ما قلنا الكلاب والقطط في البيوت ممكن تعدي الانسان، وممكن يقعد الجرب موجود، بقى لازم ننظف ونشيل الاواني بتاعت الكلاب والاوضه تتنظف. يعني له لما نيجي نتكلم دلوقتي في الكلاب، بيبقى القطه قلقانه جدا ومنزعجه، وممكن تبقى في حكه شديده عملت تهرش في نفسها، والشعر بيقع حوالين الودنين خاصه. انا اشوف صور اهيت الحيوان هنا قلقان اهو، اتعمل كل شويه يحك برجله، ويبدأ يظهر الجرب حوالين الودن دايما. برضو بيجي للأرانب، وبرضو الجرب في الأرانب عامل مشكلة كبيرة. ادي الجرب القطط، بيجي دايما خلف الودن، شادي دراسة الحيوان كلها جربانة هي، الشعر واقع والحيوان يعني تلاقيه كده في حالة نفسية مش مظبوطة. وشوف الودن عاملة ازاي، الودن كلها خشنة والجرب موجود حوالينه. هل ينتقل الجرب من الحيوانات إلى الإنسان؟ وجدوا أن كثير من أنواع الجرب اللي موجودة ممكن تنتقل، خاصة الكلاب والقطط والإبل. الجرب بتاع الإبل والقطط والكلاب ممكن ينتقل للإنسان، ويعمل الأعراض دي في الإنسان زي ما أنتم شايفين كده، نقط حمراء بصور، وممكن تبقى زايدة زي الصورة دي كده، ممكن يجي على الإيد،
واللي بنستخدم دواء له اسمه البريسترين 5% ده في العلاج في الإنسان. طبعا هو جرب الإنسان ده نوع، يعني جرب الإنسان غير الأنواع بتاع الحيوانات، وجرب الإبل ما يصيبش الأغنام، ولا جرب الأغنام يصيب الإبل، ولا جرب الخيول يصيب البقر. كل حيوان له جرب له حاله، له حشرة خاصة بيه، لكن ممكن تنتقل للإنسان. الأنواع اللي بتنتقل من الحيوان للإنسان قليلة قوي ونادرة، لكن والأعراض في في الإنسان تبقى قليل من لو هو أصيب بحشرة الجرب بتاعة الإنسان. نيجي بقى نتكلم على الخطوط العامة للعلاج. في 3 خطوط عامة للعلاج، لكن الجرب ده كان موجود من أيام، يعني من آلاف السنين، من ربنا خلق الحيوانات وموجود، وكان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حادثة سيدنا عمر روي عنه أنه كان مر على رجل عنده إبل فيها جرب، فسأل صاحبها عن إهماله لعلاجها، فقال عندنا عجوز تدعو لها بالشفاء. احنا عندنا واحدة بتدعي ربنا يشفي الإبل، تعايد طول النهار تدعي ربنا يشفي الإبل. فقال له، هنا نقطة مهمة قوي، هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ يعني سيدنا عمر يؤمر صاحب الإبل ان هو يستخدم أدوية للعلاج مع الدعاء، هو ربنا الشافي، لكن الأخذ بالأسباب. وكان القطران ده بيستخدم من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زال يستخدم إلى الآن. القطران ده عبارة عن مادة سوداء كثيفة لزجة، بتصنع من الخشب أو من الفحم. في نوعين من القطران اسمه كول تار وفي الوود تار، وما زال العلاج الشعبي للناس في دول الخليج يستخدموا القطران. شوفوا زي ما احنا شايفين هنا بقى الحشرة داخلة تحت الجلد. فالخطوط العامة للعلاج 3 نقاط مهمين: الأنتي بارازيتيك والأكاريسايدز، المبيد حشري مع حقنة اللي بتموت الحشرة دي اللي هي الكستنال بارازايت، ولوكال توبينج، مراهم موضعية، دي مهمة جدا خاصة في الإبل. زي ما هنقول لحضراتكم دلوقتي، تمام، الدكتور حسن من السودان بيأكد ان هو ربنا ابتلاه ان هو اصيب بمرض جرب الابل وخد علاج وربنا شفاه. والدكتور عبد الرحمن اتكلم على ابو عبد الرحمن بيقول مهمة ان في التشخيص نعمل حك شديد قوي عشان نوصل لتحت ناخد الحشرة. ماشي يا دكتور احمد، احنا قربنا نخلص اهو، هنجاوب على الاسئلة ان شاء الله، لكن خلينا نركز دلوقتي في النقاط الأساسية في العلاج. ندي أنتي بارازيتك ولوكال توبينج وفيتامين ومينرالز. الأنتي بارازيتك هنا بقى مهمة قوي، احنا عندنا اتكلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت، وأهمها اللي بيجيب نتيجة كويس جدا اللي هو الايفرمكتين، يشتغل على الديدان الداخلية في البطن الحيوان، ويشتغل على الديدان الخارجية أو الحشرات الخارجية اللي هي التكس والمايتس. طيب عندنا في عيلة الايفرمكتين، دي عيلة اولهم اللي هو الايفرمكتين، وفي عيلة تانية يتابع عليها اللي هي الدورامكتين. فانا بنصح هنا في العلاج ان احنا نستخدم الدورامكتين افضل من الايفرمكتين. الدورامكتين ده افضل، في دواء اسمه دوراميك او دوكتوماكس، ده المادة الفعالة فيه الدورامكتين. يعني جبت ابحاث ولقيت عامل مقارنة في العلاج بين الدورامكتين والايفرمكتين، فالدورامكتين هنا افضل خاصة في الابل او في كل الحيوانات. طيب ايهما افضل، استخدام الدورامكتين ام لايف؟ ده بحث موجود اهوت، اكريسايدال افيكاسي اوف ايفوميك اللي هو الايفرمكتين اند ديكتوماكس اللي هو الدورامكتين اون ساركوبتيك مينج ان مايتس ان اريبيان كاملز ان سعودي اريبيا. ملخص البحث انه الدورامكتين افضل في التخلص من حشرة الجرب خلال مدة اكثر من 2 أسابيع. الايفرمكتين ممكن يقعد فترة اطول من كده، لكن ده وجدوا لما ادوا حيوانات ايفرمكتين وحيوانات ادوها دورامكتين، وجدوا ان الدورامكتين بيقضي على الحشرة خلال 4 أسابيع، بينما الايفرمكتين يتأخر عن كده. طيب في بحث تاني علمي بيقول احنا طبعا كلنا حافظين الجرعة بتاعت الايفرمكتين اللي هي 1 ملي لكل 50 كيلو،
اللي هو تركيز 2.1 ملي جرام للكيلو جرام. لكن البحث ده عمل نزود الجرعة، بدل ما يستخدم 1 ملي للخمسين استخدم 2 ملي للخمسين كيلو، فوجد ان النتائج افضل وانه ملوش سايد افكت. يعني الايفرمكتين من مزاياه ان انا لو ضاعفت الجرعة ما بيعملش مشاكل، فده مستخدم الايفرمكتين استخدم الجرعة العادية اللي هي 1 ملي للخمسين كيلو، وودي حيوانات تانية 2 ملي للخمسين كيلو. فانا بفضل في الابل ان انا لو انا استخدمت الايفرمكتين، وانا قريت على الموضوع ده في الفارماكوكاينيتكس كنت عملت عليه محاضرة، ان الايفرمكتين 1 ملي للخمسين كيلو نتائجه مش كويسة في الابل عكس باقي الحيوانات، لان في عندنا حاجة اسمها فارماكوكاينيتكس وفارماكوداينامكس، فعملية امتصاص الدواء بالنسبة للايفرمكتين في الابل تختلف عنه في الابقار والاغنام والكلاب والقطط. فالافضل ادي جرعة مضاعفة، ادي 2 ملي للخمسين كيلو او 4 ملي للمئة كيلو. يعني لو عندي بناقة وزنها 500 كيلو بديها 20 ملي، بدل ما بديها 10 اديها 20. ده الايفرمكتين. لكن لو استخدمت الدورامكتين وده برضو افضل من الايفرمكتين، بديه الجرعة العادية بتاعته اللي هي 1 ملي للخمسين كيلو. ده في الابل. النقطة الثانية بقى مهمة جدا، ان انا برش الحظائر والارضيات واطلع الحيوانات من المكان ده، ارش بدايزونون عشان اقضي على الحشره اللي موجوده في الشكوك وموجوده على الارض، وانظف المكان مهم جدا، لان انا عمال اعالج في الحيوان والحشره موجوده، والحشره دي لما بتدخل تحت الجلد بكل يوم بتحط 4 بيضات، خلال شهر بتحط حوالي 200 بيضه، والبيضه بتفقس وتطلع على الارفي وتعمل حشره جديده. يعني مشكله. كنت مشرف على مزرعه ابل يعني بتاعت صاحب المستشفى، يعني جنب المستشفى، فلو النهارده اقول للعمال طلعوا الحالات الجرب 10، لو احنا اتاخرنا في العلاج الاقي تاني يوم 20 30 40 50 حاله، لانه بينتشر بسرعه جدا بين الابل. الاكريسايدز اللي بنستخدمها المبيدات الحشريه، ممكن نستخدم الملاسيون او الدايازينون او الجاماتوكس، دي كلها انواع موجوده ولها جرعه. بيوتوكس اللي هو دلتا مسرين مثلا، في دواء تجار اسمه بيوتوكس الجرعه بتاعته 2 ل 4 مللي لكل تحط على لتر ميه. الدايزينون كلنا عارفينه وبنستخدمه، او الجاماتوكس، او في حاجه اسمها الاميتراز. اميتراز دي كلها اسماء لمبيدات حشريه بنستخدمها لعلاج الجرب. دي بقى نيجي للحاجه المهمه جدا، وخاصه في الايه، في الابل. ما ينفعش ان انا ادي بس ايفرمكتين ولا رش الحيوانات، لازم احك الجلد قوي بتاع الحيوان وادهنه بمرهم كبريت. وانا هقول برنامج علاج ان كنت بشغال عليه هنا في السعوديه في الابل. بنحك الجلد قوي بفرشه، ويفضل ان انا ادهن الجلد الاول قبل ما احكه بزيت زي زيت جوز الهند، وبعد كده ابدا احكه لغايه ما يجيب دم كده، وبعد كده ادهن بمرهم كبريت. ممكن مرهم كبريت لوحده، او اخلطه بزيت طعام وكمفر كافور. يعني ممكن اعمل خلط 5 جرام سلفر، 50 ملي كوكينج اويل، و1 جرام كمفر. ده دهان على المكان، بدهن يوميا لمدة أسبوع. ممكن أعمل مرهم كبريت أحضره، ممكن، لأن مرهم الكبريت غالية، ولما يكون عندك عدد كبير من الحيوانات وتجيب جاهز بكلف، فممكن أنا أحضر مرهم الكبريت. بجيب كبريت، المرهم الكبريت الأصفر ده 10 جرام، وأحط عليه 3 جرام زنك أوكسيد اللي هو أكسيد الزنك، بودرة برضه، وليكويد بارافين وزيت بارافين اللي هو الفازلين. يعني ازاي بقى بعمله؟ بجيب الكبريت اللي هو ومع اكسيد الزنك، واطحنهم في هون خزفي، اقعد اطحن باتجاه عكس عقارب الساعه، وبعدين اضيف عليهم الزيت برافين لغايه ما تعمل زي عجينه كده، وبعد كده اضيف الفازلين. ده الجرب ده هنتكلم عنه النهارده في مرهم الكبريت، كويس جدا لعلاج حالات الجرب، وكمان علاج حالات الرينج ويرم، بيعالج الفطريات وبيعالج الجرب.
ضروري ان انا ادي فيتامين ومينرالز، لان دايما الحيوان بيبقى عنده نقص في السيلينيوم والكبر، ولازم ادي فيتامين الف دال 3 عشان اساعد على الهيلينج بتاع السكن. ان دايما الحيوانات اللي بيجي لها جرب ليه بتفقد الشهيه، لان بيبقى في نقص في العناصر اللي هو النحاس والسيلينيوم اللي هي المواد الانتي اوكسيدنت، فبالتالي الكبد ما بيقدرش يفرز العصاره الصفراويه، فالحيوان بيبدا ينقطع شهيته تقل عن الاكل. فلازم ان انا ادي علاج املاح ومعادن تحتوي على سيلينيوم وعلى زنك وعلى كبر، وادي فيتامين الف دال 3. ده البرنامج اللي انا كنت عامله في مستشفى الابل للحيوانات اللي هي المزرعه اللي كانت ملحقه بالمستشفى. كنا اول حاجه نعملها ان احنا نعزل الحيوانات المريضه، خلي العمال تطلع الحيوانات المريضه، وبعدين نبدا ندهنها، ندهن الاماكن اللي هي الجربانه دي بزيت جوز الهند، ونستنى نص ساعه كده لغايه ما يرطب الجلد، بعد كده بالفرش ناشفه كده يبدا يحك الجلد ده لغايه ما تجيب دم، وبعدين ندهن مرهم كبريت ونحقن دورامكتين 1 ملي 50 كيلو، ونرش الحيوانات مره كل اسبوع. هل نعالج بس الحيوانات المصابه؟ لا، كمان كنا نضطر ان احنا نرش كل الحيوانات المجاوره والملاصقه للحيوانات دي، لانها ممكن تكون في فتره الحضانه. انا اتكلمت على جرب في الكلاب والقطط. اسماء معرفش انت جيت متاخره ولا تبقى ترجع للمحاضره بقى من الاول ان شاء الله. العلاج في الخيول برضو نفس الكلام بقى اللي قلناه، الخطوط العامة لعلاج الجرب في الإبل هي نفس الخطوط، بنستخدم الكبريت وبرضو الدورامكتين ونرش الحيوانات. العلاج في الكلاب في طريقة الديبنج، إن أنا أغطس الحيوان في مبيد حشري، أو برضو أستخدم المراهم الكبريت، أو في مراهم تانية بشري موجودة ومذكور أسمائها هنا في المحاضرة. وفي أدوية بتتاخد أورالي في الكلاب زي الأيفرمكتينز أو زي السيلينتال أو الأفرو كلينر، أو دي كلها أدوية أنا كاتبها اللي هي بتستخدم للعلاج الكلاب والقطط. ده بحث معمول على إن حيوانات إدالها علاج فقط، ودي بقى النقطة المهمة عايزين نطلع منها في المحاضرة، ان الدكاتره كتير بتكتفي ان هي تدي ايفرمكتين او دورامكتين فقط بدون غير ما تعمل رشه للحيوانات. فده البحث ده ملخص بتاعه ان هو استخدام الدورامكتين مع المبيد حشري زي البيتوكس مثلا بيدي نتائج افضل جدا ويقضي على الحشره، بينما ايفرمكتين لوحده ما بيعالجش المشكله دي. طرق الوقاية والعلاج يعني كتبها بالانجليزي وعملت لها ملخص بالعربي، ان احنا بنكافح المرض ان احنا بنعزل الحيوانات المريضة ونرش دوري للحيوانات بمبيد حشري ونعقم الحظائر وندي رفع مناعة كده. رحت مرة مزرعة اغنام في مصر في الصالحية، والمزرعة دي كان فيها ثلاث مشاكل، كان فيها مشكلة جرب ومشكلة كيزياس لينفادينايتس ومشكلة ابورشن. وكان معايا استاذ الله يرحمه الدكتور عبد الله سليم واستاذ من الجراحه، فبدانا عملنا برنامج للمزرعه دي، كان مزرعه كبيره صاحبها دكتور بيطري. بدانا عزلنا الحيوانات المصابه بالجرب واديناها ايفرمكتينز ودهنا مرهم كبريت، والدكتور بتاع الجراحه الحالات اللي فيها كيزس لنفدونايتس والخراريج واضحه كان يفتح الخراريج وينظفها وندي بنسلين، وخلينا الراجل يطلع الحيوانات دي كلها من الحظائر ويرش الحظائر وكده. رحنا بعد شهر بفضل الله الحالات كلها اتحسنت لدرجة ان الحالات الاجهاض وقفت، ما كانش عارفين ايه سبب الاجهاض، لكن سبحان الله وجود مرض لا يعني عدم وجود امراض اخرى. دايما الجرب يبقى مقدمة لامراض اخرى، ممكن تحصل اجهاض، ممكن يحصل كيزس لنفدونايتس زي ما قلنا، لان الجلد بيتفتح ويدخل بكتيريا الكوريني، فكان معظم حالات الجرب فيها كورين بكتيريام، فيها كيزياس وفيها حالات ابورشن. الدكتورة اسماء بتقول في نوع من الجرب مفيش فيه اتشنج. لا يا دكتورة، كل انواع الجرب بتعمل اتشنج حتى في الانسان. يعني كنت بسمع محاضرة النهاردة للاستاذ امراض جلدية بيفرق بين الجرب والامراض الاخرى، بيقول اكتر حاجة تلاقي
تلاقي الولد او الانسان اللي عنده جرب ده عمال يحك في نفسه، دايما بيجي حوالين الاعضاء التناسليه وبين الافخاذ وبين الصوابع وبين الرجلين، بين صوابع الرجلين، فتلاقي عمال يحك نفسه خاصه بالليل. بالليل الحشره بتحب الاماكن الدافيه وتبدا تفرز البيض. فكل انواع الجرب دي علامه مهمه جدا ان هو بيعمل اتشنج. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول الايفرمكتين في الأغنام بزيادة الجرعة تسبب نفوق. ماشي، معلومة جميلة. الدكتور محمد بدر، معلش يا دكتور، يبدو النت هنا كل شوية كان بيقطع، لكن معرفش انتوا سامعين صوتي دلوقتي كويس واضح ولا ايه. الدكتور أحمد مصعب بيقول ازاي نفرق بين الجرب وبين نقص فيتامين ألف. نقص فيتامين ألف أولا مفيش فيه اتشنج، وبعدين بيعمل ألوبيشيا، يوقع الشعر ويعمل كورنيال اوباسيتي، يعمل عمى، يعني اعراضه ان شاء الله هنبقى نتكلم عنه. في فرق كبير بينه وبين الجرب. الدكتور ابو عبد الرحمن بيقول لا ينصح بعمل سنترفيجيشن لانه بكسر الحشر. معلومه جميله، معناه اني قريت يا دكتور ابو عبد الرحمن في طريقه ان قال لك اما تسيبه نص ساعه او ان احنا نعمل سنترفيجيشن، لكن الدكتور عبد الرحمن بيقول الحشره مش هتتكسر بالسنترفيجيشن، فالافضل ما نعملش، نستخدمش جهاز الطرد المركزي. وطبعا الدكتور عبد الرحمن راجل خبير في المعامل وجزاه الله خير، ناخد كلامه ان شاء الله. الدكتور حسن قال ان هو كان اصيب بالجرب. الدكتور محمد جزاك الله خير دكتور محمد. دكتور احمد، هل رش الحيوانات المصابه ممكن يسبب تسمم بسبب الدمار الذي يحدث للجلد؟ لا يا دكتور، لو انت استخدمت التركيز بتاع المبيد الحشري دايزونون مثلا بتحل بطريقه معينه، الملاسيون او البيوتوكس بتحل بطريقه معينه، ما بيعملش ان شاء الله تسمم. وطبعا انت دايما يبقى احتياطا لو اي حاله حصل فيها تسمم، وده دي كلها اورجانو فوسفورس، بندي اتروبين والحاله بتتحسن بسرعه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.